بمناسبة عيد النيروز وبدء السنة سنة جديدة من تقويم الشهداء، أود أن أكلمكم كلمة مختصرة عن الاستشهاد للشهداء. أول حاجة نحب نقولها إن كثير من الناس يعطون، ولكن اللي يعطي حياته هو أعظم من هؤلاء جميعا. في البعض بيعطي جزء من ماله، وبعض بيعطي كل ماله زي الأنبا أنطونيوس، والبعض بيعطي ربنا جزء من وقته، والبعض بيعطي كل وقته زي المكرسين لله. ولكن أعظم من الكل من يعطي حياته لربنا. ولذلك قال السيد المسيح: ليس حب أعظم من هذا أن يعطي أحد نفسه أو يبذل أحد نفسه عن أحبائه. فالاستشهاد هو عطاء، إنسان بيعطي نفسه لربنا، وعطاء عن حب. يحب الله من كل القلب، ويحب أكثر من كل أحد، وأكثر من كل شيء، وأكثر من الدنيا وما عليها، ولذلك بيعطي نفسه لله. فدي فضيلة الشهيد، مش مجرد واحد قطع رقبته، لا، قطع الرقبة دي خاصة بالجسد، لكن اللي قبليها حب من عمق القلب جعل الإنسان يعطي نفسه لله. دي أكتر من أنه يترك شيء. مع الحب ومع العطاء يوجد الزهد، الزهد في العالم وكل الأشياء التي في العالم. والكنيسة لأهمية هذه النقطة بتجعل هذه الآية: لا تحب العالم ولا شيء مما في العالم، في القراءات كل يوم في قداس بعد الكاثوليكون. في يوحنا الأولى الإصحاح 2 آية 15 و16 يبقى في حب وفي عطاء وصل الى بذل النفس وفيه زهد. وايضا في الاستشهاد يوجد ايمان، لولا الايمان ما كانش الناس استشهدوا. دول استشهدوا لثباتهم في الايمان، مش بس استشهدوا لثباتهم في الإيمان المسيحي، وإنما استشهدوا أيضا لإيمانهم بالحياة الأخرى، وشعورهم بأن بعد ما يموتوا في حياة أخرى يذهبون إليها. لولا إيمانهم هذا ما كانوش يرضوا أنهم يموتوا. إيمانهم بأنهم سيلتقون بالله عقب الاستشهاد مباشرة. يعني أفتكر الأم اللي ذبح أولادها على حجرها وهي بتشجعهم، غالبا كانت بتشجعهم وتقول لهم في اللحظة اللي تموتوا فيها في خبطة السيف دي تلاقي نفسكم مع المسيح. مجرد حاجة بسيطة، مجرد ايه؟ حاجة بسيطة، ثانية تفوت ولا حد يموت، لأ نفسكم مع المسيح. الإيمان بالحياة بعد الموت. أيضا الاستشهاد
تسميه الكنيسة معمودية الدم. يعني بيحصل ان بعض اشخاص كانوا وثنيين، كانوا وثنيين، واثناء استشهاد قديس من القديسين زي ماري جرجس مثلا او حاجة زي دي، حدثت معجزة، المعجزة دي جعلتهم امنوا فاعترفوا بالايمان، فاخذوهم قتلوه وما كانوش اتعمدوا، فيعتبر موتهم معمودية، نسميها معمودية الدم، لأن المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه، زي ما ورد في رمية إصحاح 6 وفي كولوسي 2:12، وزي اللص اليمين ما هو برضو مات مع المسيح واعتبر موته معمودية، فاسمها معمودية الدم. واحد الاباء وهو بيتكلم على دية قال ان معمودية الماء لمغفرة الخطايا، ومعمودية الدم لنوال الاكاليل. المهم ان هو بيموت مع المسيح ويموت لأجل المسيح فيعتبر شهيد. الاستشهاد له مركز كبير جدا في المسيحية، لدرجة ان احنا نضع الشهداء قبل جميع الآباء، قبل البطاركة وقبل أبطال الإيمان وقبل آباء الرهبنة وقبل آباء الرعاية، قبل الكل. يعني مثلا يوحنا المعمدان واستفانوس الشماس اسمعهم موجودة قبل البابا البطريرك اثناسيوس الرسولي القديس، وقبل القديس ديوسقورس، وقبل القديس ساويرس الانطاكي، لان الاستشهاد بيجعلهم اعظم من الاباء. تقول لي ما هو بنذكر الرسل والحاجات دي برضو في المقدمة، لأن الرسل أيضا ماتوا كلهم شهداء ما عدا يوحنا الحبيب اللي تعذب عذابات كثيرة ولم يمت شهيدا ويعتبر من المعترفين. وبولس الرسول له رسول ومات شهيد أيضا، ومن تلاميذ الرسل للأباء الأسقف الأول القديس إغناطيوس أسقف أنطاكيا والقديس بوليكاربوس، كلهم كانوا شهداء. فالكنيسة بتضع الشهداء قبل كل القديسين، والكنيسة أيضا بتعمل إكرام كبير جدا للشهداء، تقيم لهم أعياد كبيرة جدا. يعني مثلا عيد ماري جرجس في الرزيجات بيحضروا كل سنة تقريبا 800,000 وساعات اكتر، ولذلك عندنا ارض 111 فدان في مواجهة الديل بنحط فيها خيام عشان يقيم فيها الناس اللي بيحضروا. طبعا مش ضروري كلهم بيجوا في يوم واحد، لكن اللي بيجوا في مناسبة العيد بيوصلوا لهذا العدد. بنقيم لهم اعياد، بنعمل لهم مدايح وتماجيد زكسولوجيات، بنفرح باسمائهم ونطلق اسمائهم على الكنائس وعلى الاديرة. يعني خدوا مثلا أديرة البنات، أديرة الراهبات، ديرين باسم ماري جرجس الشهيد في مصر القديمة وحارة زويلة، ودير باسم الأمير تدرس الشهيد في حارة الروم،
ودير باسم ابو سيفين الشهيد في مصر القديمة، ودير باسم القديسة دميانة الشهيدة في البراري، يعني تقريبا كلهم باسماء شهداء ما عدا دير العذراء في حارة زويل. وعندنا برضو أديرة باسم ماري جرجس في أديرة الرهبان الرجالة، زي دير ماري جرجس في الرزيجات وزي دير ماري جرجس في الخطبة. وعندنا دير باسم ماري مينا وهو أيضا شهيد، وكتير يعني لو قعدنا نشوف الباقيين مش هنخلص. وكنائس كثيرة جدا بأسماء الشهداء، والناس بيحبوا الشهداء، وأشخاص يتسمون بأسماء الشهداء أيضا، وإكرام عظام الشهداء والاحتفال بها والحنوط اللي بنعمله ليها، والناس ياخدوا الحنوط ده بركة، والاستشفاع بالشهداء. يعني الكنيسة بتعمل حساب كبير لهؤلاء الشهداء وتاخد بركتهم. والجميل ايضا ان ربنا بيرسل هؤلاء الشهداء بعد موتهم لكي ينقذوا بعض الناس او لكي يعملوا معجزة. ما اكثر المعجزات التي تحدث بشفاعة وبصلوات وباسماء بعض الشهداء، ربنا بيبعتهم. اذا كأن حياتهم ممتدة على الارض، لم يموتوا بعد، وإنما ربنا بيكلفهم بأعمال على الأرض بعد موتهم، ودي بتزود ارتباط الناس بيهم، وأيضا بتثبت إنهم لم يموتوا، تثبت أنهم لم يموتوا. صحيح بالجسد فارقوا الجسد، لكنهم لم يموتوا، لا يزالون أحياء. ونذكر بالمناسبة دي أن القديس إغناطيوس الأنطاكي الذي ألقي في السجن في روما ثم استشهد عن طريق إلقائه إلى الأسود المفترسة، بعد ما أنهت الأسود على جسده ولم يبق منه إلا عظام، ظهر في نفس الليلة لزملائه في السجن، ظهر لهم بالروح يشجعهم ويقويهم. يعني ما تفتكروش أكمل الجسد ده انتهى بالاستشهاد أو فقد الحياة الجسدية بالاستشهاد، ان الانسان ضاع، ما زال موجود كما هو. المهم في الاستشهاد ايضا محبة الاستشهاد، يعني الناس احبوا ان يموتوا شهداء، فلم يقتلوا على الرغم منهم، انما قتلوا برضاهم وبمحبتهم، لأنهم لو ساعة قتلهم أنكروا الإيمان كان خلاص مش هيقتلوه، لكنهم كانوا يحبون أن ينتهوا بهذه النهاية، لدرجة أن كثير من هؤلاء الشهداء كانوا يسعون بأنفسهم إلى الاستشهاد. يعني مش بيقبض عليهم أو بيتاخدوا رغم منهم، كانوا بيروحوا
يروحوا للحاكم الوثني ويعلنوا إيمانهم، أو يقوموا بأي عمل يوجه الأنظار إليهم كمؤمنين فينالوا الاستشهاد. ولعل من محبة الناس للاستشهاد الكتب التي ظهرت وعنوانها حث على الاستشهاد. كتير من الكتب ظهرت حث على الاستشهاد، يحثون الناس على التقدم لدفع حياتهم دليلا لمحبتهم لربنا، وحث ليهم على الانطلاق من سجن هذا الجسد. يعني بيعتبروا ان الانسان مسجون في هذا الجسد، لما يموت بالاستشهاد خرج من سجن هذا الجسد وانطلق من هذا السجن وذهب الى الله ليلتقي به. عشان كده بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. فالموت هو انطلاق من الجسد، والاستشهاد هو نوع من الموت. ومن الحاجات اللطيفة ان الكثير من الشهداء كانوا بيرموهم في السجن قبل استشهادهم، قبل قطع الأسهم يعني. فأحد الآباء كان بيقول لهم اعتبروا ان وجودكم في السجن هو فترة خلوة روحية قبل الالتقاء بالله. يعني مش سجن عن سجن، لخلوة روحية فاضي يقعد فيها مع ربنا ويمهد نفسه للقاء بالله. محبة الاستشهاد من أمثلة محبة الاستشهاد دي السعي إليه. في مرة من المرات خرج 30,000 واحد من دمنهور لكي يستشهدوا في الإسكندرية. الإسكندرية كانت هي العاصمة بتاعت مصر في ذلك الزمان، وخرجوا بالتهليل بالفرح بالتراتيل بالتسبيح لكي يقدموا أنفسهم إلى الاستشهاد. ولما كان يجي لهم الاستشهاد لحد عندهم ما كانوا يهربون منه اطلاقا، بل كانوا يفرحون به لا يهربون منه. القديس إغناطيوس الانطاكي لما ارسلوه الى روما والقي في السجن لكي يلقى للاسود، اهل روما من محبتهم ليه أرادوا أن يختطفوه وينقذوه من الموت، يهربوه من السجن يعني. فأرسل إليهم رسالة مؤثرة جدا، قال لهم فيها تلك العبارة الخالدة، قال لهم أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا، أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا، أنا قطعت شوط حياتي ووصلت للنهاية وأنتم تريدون أن أبدأ شوط حياتي من جديد. أنا خلاص وصلت. الرسالة مؤثرة جدا، موجودة في الكتب التي صدرت عن الآباء الرسوليين الأبوستوليك فاذرز، فيهم إغناطيوس أسقف أنطاكي. وفعلا دفع للأسود وكان فرحان بكده. شهداء إخنيم أيضا نفس الوضع. كل أهل إخنيم، هو ساعات كان الاستشهاد يكون لأفراد وساعات لمدن أو قرى، فإخنيم بحالها استشهدت، ومرة إثنى أيضا
فلما لقوا بعض السكان البلاد القريبة من إخرين انهم قتلوا كل اهل إخرين المسيحيين، زحفوا الى إخرين وقالوا عشان ناخد دورنا احنا الاخرين لا نترك هذه الفرصة. وفي قصة لطيفة عن استشهاد من نوع اخر. من انواع الاستشهاد استشهاد من اجل الايمان، وفي نوع من الاستشهاد استشهاد بسبب العشق. يعني بنت ياخدوها علشان يتجوزوها بالعافية او يخطئوا اليها او حاجة زي كده، فهي تفضل انها تموت وتقاومهم لغاية لما يقتلوها، فيبقى استشهاد لاجل العفو. صحيح ما قالوا لهاش تنكر الايمان، لكن حرصا على عفوها. من ضمن هذه الاشياء البشعة اللي حصلت انهم واحدة محتفظة بإيمانها فرفضت عبادة الأصنام، فبدل ما يعذبوها ألقوها في بيت للعاهرات، نوع من التعذيب. فاللي حصل إن أحد الجنود المسيحيين حب ينقذها، فراح دخلها في بيت العاهرات ده، قال لها ما تخافيش انا جاي انقذك، وادها ملابسه العسكريه وقال لها البسيها واخرجي. فلبست وخرجت، فدخلوا في البيت ده ما لقوش البنت اللي حاطينها، لقوا الراجل ده، فقبضوا عليه وعرفوا انه مسيحي وخدوها عشان يقتلوه، يستشهد عشانه مسيح. فالبنت دي اللي لبست ملابسه شافته مقاد للاستشهاد، فجريت وراه وقالت له لا تسرق اكليلي، ما تسرقش اكليلي، وسلمت نفسها فقتلت معه ايضا ونالت اكليل الشهاده. واوقات كتيره كان بيحصل ناس برضه بالشكل ده. في مره من المرات هجموا على مكان وقتلوا كل المسيحيين اللي فيه، وبقيت امراه عجوز ما شافوهاش فزعقت وصرخت لغايه لما تنبهوا ليها وقالوا لها طب تعالي انت رخ، فأرادت أنها تنال إكليل الشهادة. ومن ضمن الفرح بالاستشهاد الوثنيون الذين شاهدوا شجاعة الشهداء المسيحيين وبطولتهم أو معجزات تظهر منهم فأعلنوا إيمانهم فماتوا هم أيضا. من أهمية الاستشهاد أن ربنا يسوع المسيح لم يمنع الاستشهاد عن أحبائه. يعني في أيامه وهو على الأرض قبض على يوحنا المعمدان وأراد هيرودس أن يقتله، وكان ممكن أن المسيح ينقذه من القتل، لكنه تركه لكي ينال إكليل الاستشهاد ويأخذ أجره عند ربنا بهذا الإكليل من محبته ليه، أضاف إليه إكليلا آخر. يوحنا المعمدان كان له إكليل البتولية، وكان له أيضا إكليل النسك والزهد لأنه عاش في البرية،
وكان له إكليل الخدمة القوية الطاهرة التي سمي فيها ملاكا، فأراد له أن يضاف له إكليل الاستشهاد أيضا من محبته لي. في شهداء لأجل الإيمان المسيحي كما قلت لكم، وفي شهداء لأجل العفة، وفي شهداء نسميهم شهداء الأرثوذكسية، يعني مش خاصة بالإيمان المسيحي، خاصة بالمذهب نفسه، كالذين استشهدوا من أجل أرثوذكسيتهم من أيام القديس ديوسقوروس الإنطاكي في منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السابع، لما كان أصحاب الطبيعة الواحدة بيضطهدوا ويقتلون أيضا من أجل إيمانهم، أو أيضا الأشخاص الذين استشهدوا لأنهم لم يقبلوا الأريوسية في عهد أباطرة أريوسيين زي أيام فالنس الإمبراطور الأريوسي. وهناك من تسميهم الكنيسة بالمعترفين، وهم الذين اعترفوا بالإيمان ولكن لم ينالوا إكليل الشهادة، مثل القديس يوحنا الحبيب مثلا، فهو من المعترفين ولكنه وعذب كثيرا من أجل إيمانه لكنه لم يمت شهيد. يبقى بعد كده إني أجاوب على سؤال مهم. هذا السؤال سأله أحدهم للقديس أوغسطينوس، فقال له: أشتهي أن أستشهد ولكن ما فيش استشهاد في أيامنا، فماذا أفعل؟ فقال له القديس أوغسطينوس: إن كانت لك نفسية الشهيد تحسب عند الله شهيدا، ليك نفسية الشهيد. إيه نفسية الشهيد دي؟ نفسية الشهيد حب كامل لله وزهد كامل في العالم بحيث يترك كل ما في العالم لكي يلتقي بالله، لنقطة. وجزء من نفسية الشهيد أيضا الشجاعة والجرأة، زي القديس ماري جرجس لما لقى الإمبراطور ديوقلوديانوس علق منشور: كل مسيحي يلقى في السجن أو يقتل، واللي معاه إنجيل يلقى في السجن أو يقتل، واللي يروح الكنيسة يلقى في السجن أو يقتل، واللي من هذا النوع. فنظر إلى هذا المنشور ومسكه في إيده وراح مقطعه ورمى في الشارع. طبعا مسكوه ولا هم، والإمبراطور لما لقاه فارس من الفرسان الشجعان أراد أن يغريه بكافة أنواع الإغراءات فرفض، وبكل شجاعة كان يرد عليه. دول كان عندهم شجاعة وعندهم جرأة. القديس أبا فان لما أريانوس الوالي راح البلد بتاعته فشافه، كان هو من الناس المحترمين، فقال له: السلام لك يا أبا فان. قال له: ما لك والسلام؟ لا سلام، قال الرب للأشرار، انت رجل عباد صنم، خدوه قتلوه.
من محبة الناس للاستشهاد ان لما القديس ارادوا انهم يعني قالوا له تعال فوت علينا الوالي عايزك، طبعا عايزه عشان يقتله، فذهب ولبس اجمل ملابسه وتمنطق بمنطقة كانت قده من ذهب، فقالوا له ليه لابس الملابس الفخمة دي؟ قال لهم هذا يوم عرسي اليوم التقي فيه بربنا، هذا يوم عرسي فألبس أحسن ملابسي. كانوا عجب في عجب هؤلاء الآباء. كمان إذا كان الواحد عنده نفسية الشهيد في الاحتمال، مين يقدر يحتمل الآلام بتاعت الشهداء؟ ده لما واحد بيروح يصلح سنانه عند طبيب أسنان يديله كذا حقن التخدير علشان يحتمل الحفار يحفر في سنانه، وجايز يقول له مش محتمل تاني يديله حقن التخدير تاني، كل ده في سنانه. طب اللي ياخدوا له سنانه كده ويروحوا شايلينها بمتقاب بأي حاجة وتتمزق الأنسجة وتتمزق اللسة وتتمزق الحاجات دي، ويقولوا له سيدنا بكرة تفكر في الموضوع ونيجي بكرة نسألك هتفضل مسيحي ولا لا، ويخلعوا له كمان درس وهتبقى مسيحي ولا لا، ويتسلوا عليه واحدة واحدة. ايه الاحتمال العجيب اللي موجود عند واحد زي كده؟ او اللي بالمثل بدل ما يخلعوا له اسنانه يخلعوا له ضوافره. انتوا فاكرين يعني ان الاستشهاد كان واحد يقطعوا له راسه؟ ده اللي كان عنده واسطه هو اللي يقطعوا له راسه، يعني بعد ما يتعب في التعذيب ده كله يكون واحد من اصحابه يعرف الوالي يترجى الوالي يقول له كفايه عليه، يقول طيب عشان خاطرك نخلص عليه فينال اكليل للشهادة. او يكون ربنا عمل معجزات على يديه فيتضايقوا منه الولاة او الحكام فيقتلوه لئلا يكثر عدد المؤمنين بسبب معجزاته، لكنهم احتملوا احتمال عجيب جدا عجيب جدا. انا فاكر وانا شاب صغير كنت رحت عند الطبيب بيعمل لي عملية صغيرة كده وكانت مؤلمة جدا، فاتألم قال لي امال الشهداء كانوا بيعملوا ايه؟ قلت له انت هترجع لي ايام الشهداء؟ الشهداء في الجراحة يعني، انا ما قلت لكوش نوع اللي هم شهداء الجراحة ده، ما يعتبرش شهيد. لكن اذا كان واحد مش قادر يحتمل آلام عملية جراحية أمال يحتمل آلام الاستشهاد إزاي؟ عشان كده القديس أوغسطينوس قال اللي عنده نفسية الشهيد يحسبه الله شهيدا ولو لم يستشهد. الحب لله وللملكوت، الإيمان السليم، الإيمان بالحياة الأخرى، الزهد في كل شيء، الاحتمال، الجرأة، الشجاعة، كل دي صفات الشهداء. ما فيش حاجة تاخد دقيقة أو دقيقتين أو أكثر، وهي كيف أعدت الكنيسة أولادها للاستشهاد. هقول عن مين بس لأن الوقت راح. الكنيسة أعدت أولادها للاستشهاد بأشياء كثيرة، لعدم الخوف، قلت لهم ما تخافوش، ومرنتهم على عدم الخوف بالأمثولة بالقدوة، إن زعماء الكنيسة نفسهم كانوا بيستشهدوا فكانوا بيدوهم قدوة. يعني لما تقروا في الكتاب الذي يشتهي الأسقفية يشتهي عملا صالحا، يعني يشتهي الاستشهاد، لأن كان الأسقف في ذلك الزمان مرشحين أول ناس للاستشهاد. بالحث على الاستشهاد وما صدر من كتب، بتذكرهم بالمواعيد الإلهية
وانهم يحبوا السماء والذهاب اليها، باشعارهم بان لحظة استشهادهم هيلتقوا مع الله، بالاهتمام باسرة الشهيد عشان ما يقلقوش، فكانت الكنيسة بتهتم باسر الشهداء، وبعضهم بحثهم على البتولية لكي يكونوا بلا هم، ما يحملوش هم عيلة ولا هم أولاد ولا حاجة زي كده. بالحياة الروحانية التي عاشت فيها الكنيسة والتي كانت مقدمة لبذل النفس لعدم محبة العالم والأشياء التي في العالم في كل قداس، وبالاستشهاد انتشر الإيمان، لم ينقص عدد المؤمنين بل زادوا. اتفضلوا صلوا.